عليكم. عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام وبركاته، ورحمة اتفضل الله يا فندم. وبركاته. أنا متشكر جدا على البرنامج الجميل ده، بشكر الدكتور جدا والله. أشكرك. اتفضل. بس أنا كان عندي مشكلة كنت عايز أحكي عنها، بس عايز فيها حل بعد إذنك. عايز إيه حضرتك؟ كنت عايز حل يعني إن شاء المشكلة. الله إن شاء الله، اتفضل. دلوقتي أنا متجوز 4 عرفي، وكل واحدة متعرفش فين متجوز. متجوز 4 عرفي؟ أه. طب وفي مشاكل ومش عارف أواجههم إزاي. معايا يا فندم؟ مع حضرتك، متجوز 4 عرفي ليه؟ لأن يعني لما في أول جوازي وكده لقيت لا مش مستريح مع دي، فمضطر أسيب جوا الجواز التانية، بحبهم الأربعة بالظبط يعني. يعني أنت أول جوازة لي... ثواني بس، أول جوازة لحضرتك كانت عرفي؟ لا كانت شرعي. كانت شرعي. أه. وانفصلت؟ لا ما انفصلتش لسه، المشكلة الأربعة مش قادر أسيبهم أبدا، كل ما أحاول أواجههم معرفش. معلش ثانية واحدة عشان أنا تهت. أنت متجوز 4 على ذمتك. أيوه. أول واحدة أنت متجوزها شرعي. أه قعدت معاها 3 شهور بالظبط. وطلقتها. لا ما طلقتهاش. تمام، والتلاتة التانيين؟ قلت لك إن هي سنة صغير يعني. أنت سنك صغير أصغر منها يعني؟ أه يعني هم كلهم كبار في السن، يعني عندي بالظبط كده 22 سنة ونص بالظبط. انت عندك 22 سنة ونص؟ اه اول جوازة ليا كانت عندي 19 سنة بالظبط. والتلاتة التانيين عرفي مش كده؟ ايه اللخبطة دي؟ يعني سعيد بقى، الله يعينك بقى، يعني 22 سنة والدنيا كلها ملخبطة. وقتنا خلص. وقتنا خلص مع الأسف.